مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنتكلم عن فكرة تصميم المجسمات الوطنية اللي بصراحة بتدي شكل جميل جدا ومظهر حضاري ووطني. ده طبعا بنشوفه في كل الميادين العامة بتاعتنا، بس خلونا الأول نرحب بضيفنا عشان نعرف منه تفاصيل أكتر عن المجسمات، مع دكتور باسم فاضل رئيس الإدارة المركزية لإدارة تجميل المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. صباح الورد عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا. صباح الورد وأهلا بحضرتك يا دكتور. اتشرفت بيكو. اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف مشاهدينا ايه المقصود بالمجسمات الوطنيه وايه مدى اهميتها ان هي تكون موجوده في الميادين. المجسمات الجماليه دي حضرتك حاجه بتبقى مهمه جدا. هنكتشف حضرتك ان احنا كل ذاكرتنا عند اي انسان جزء كبير منها بيتشكل عباره عن ذاكره بصريه. الذاكره البصريه دي بتبقى مرتبطه بالاماكن والحاجات دي. والمجسمات الجماليه اللي بتتعمل دي بيسموها ايه؟ ذاكره المدن. ما تتخيليش سيادتك تأثيرها قد إيه على الشعوب وعلى الهوية وعلى الناس. بنتكلم المجسمات الجمالية هي مش بس أعمال فنية، يعني مثلا هنلاقي مثلا برج القاهرة ده يعتبر مجسم بالظبط، لاند مارك معمول بهدف جمالي أساسا، بمعنى أن أنا ما باجي بعمل العمل بيبقى الهدف الأساسي جمالي وقومي وتأكيد هوية وبيكلم الناس اللي في الشارع. من المفترض يا دكتور طالما بنتكلم في كده ان المجسم ده يفضل بقى طول العمر، صح؟ يعني ما يتغيرش مكانه او ما يتغيرش، ما يتعملش تعديل على شكله او حاجة زي كده، صح؟ انا ما شاء الله ما شاء الله على الثقافة بتاعتكم، ما شاء الله. لا بجد احنا انا منبهر بجد من حضرتك النهاردة. لا 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 بجد انا منبهر ان في فعلا الناس عندها الوعي ده فعلا حقيقي ان الكلام ده. يعني عاوز اقول لسيادتك على حاجة، الفراعنة كان عندهم دايما الهاجس ده. يعني حضرتك تخيلي الهرم هو العجيبة الوحيدة الموجودة من العالم القديم كله اندثر. نلاقي مثلا معبد سمبل المهندس اللي كاتبه كاتب انه يضمن العمل ده لمدة 10,000 سنة. مجسم روح مصر اللي على بداية او مدخل محور 26 يوليو ده لفت نظر كتير قوي. اسمه مصر الحرة. مصر الحرة حضرتك تقول لنا يعني. هو والله ده الفكرة بتاعته جت بعد ثورة 25 يناير والثورات واللي بيحصل. أيوة. فكان جاتني فكره التصميم. طب الرمزيه بتاعته ايه؟ يعني احنا شايفين حمام كده حول يعني العلم يعني اوكي احمر واسود، بس الحمام اللي فوق ده كان جديد. هو ده ربط اللون الابيض ممكن بالظبط اتحور الى حمام بينطلق للحريه والغد وبيمثل امال الناس واحلامها في الفتره اللي جايه. مجسم زي ده يا دكتور بياخد وقت في تنفيذه قد ايه؟ ومين اللي المفروض يعني يخصص ليه ان هو يعمل الحاجات دي؟ هو احنا عندنا اداره لتجميل المدن في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده حريصه جدا ان هي تستكمل الشكل الجميل للمدن كلها. انت عارفه سيادتك حتى المدينه الجديده بفكرها ان بتقدم نمط جديد، اسلوب حياه جديد، طرق بشكل جديد، تخطيط الوان، فبيبقى الاداره دي معنيه بان احنا نحط اللمسات الجماليه في ايه الاجراءات اللي اتخذتوها ضد هوجه التماثيل القبيحه اللي كانت كل شويه تنزل صورها على الفيسبوك، يعني شكل مشوه لراس نفرتيتي على مدخل ما اعرفش محطه ايه، وعروسه البحر عروس شكلها النيل غريب بقى وبورسعيد، يعني تحس ان عروسه جميله. عمل التمثال ده واحد نقاش كان فاضل معاه شويه مرمه كده، قال لك ايه بدل ما ارميها انا هعمل بيها اي حاجه وديها للمحافظه اهداء. لا حاجات يعني قلبت بضحك بقى، يعني كانت دي كانت يعني اجتهاد شخصي نقدر نقول، ولا دي كانت حد برضو المفروض ان هو يعمل تصميم وطلع معاه بالشكل ده؟ هو نتيجه اولا الحمد لله بفضل الله ده ما حصلش في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، لان احنا عندنا كنترول موجود. ده بيحصل في المحافظات والاماكن الثانيه. بيبقى عدم وعي او ثقافه فنيه من المسؤولين، زائد ان يعني ازاي المسؤول اصلا يسمح بتمثال زي ده يكون موجود؟ مش في معايير وفي ناس متخصصه، ومش اي حد يجيب تمثال يقول انا عايز اديه للمحافظه احطوه هنا يحطوه. يعني الموضوع ده حساس جدا يا فندم. اولا هو عدم ثقافه او وعي فني او احساس فني لدى المسؤول، بيبقى معاهم فلوس بسيطة جدا عاوز يعمل بيه شغل، في الآخر بالنسبة له ده تمثال والجميل جدا تمثال. هو حضرتك ما عندوش الوعي أو إنه يقدر يحس الفرق بين ما هو جميل واللي هو وحش. بس ده حد مش دارس. يعني أصل المفروض في معايير فنية، وبعدين هي مش محتاجة وعي. حتى أنت عينيك شايفة إن شكل قبيح يعني. هما بيكونوا خلاص يعني حضرتك اتورطوا في الموضوع. هو جايب واحد وقال له أنا هعمل لك تمثال، ما شافش ما عملش. الكلام اللي إحنا عملناه ده حضرتك كان ليه ماكيت وليه موافقات. صحيح. وبيمر على ناس كتير. بس قوي. التماثيل القبيحه دي تم ازالتها مش كده؟ كان في حمله ازاله بيتهيألي. بالظبط يا فندم. بالظبط بالظبط بالظبط.
دكتور يعني عايز اسال حضرتك برضو اذا كنتوا منوط ليكم، انا كده بدات لا حضراتكم تختصوا بالمدن الجديده فالحاجات الثانيه، بس برضو حضرتك تفيدنا في الحته دي. ترميم بقى المجسمات القديمه شفنا برضو بعض المشاكل فيها، وشفنا بتنقل بطرق خطا او كما كان يعني متداول على السوشيال ميديا، فيديو تمثال عبد المنعم رياض، الشهيد عبد المنعم رياض طبعا، ناس كتير كانت مستاءه من المفروض التعامل الصحيح في الحاجات زي دي ازاي ومن قبل مين، برضو طالما ان في ناس كتير بتدخل، ناس بتدخل تعمل اي حاجه كده. ده لازم سيادتك يبقى موجود اداره متخصصه بتضم مجموعه، بس بيكون العمود الفقري بتاعها الاثريين مع الفنانين. بس الجانب الاساسي اللي بيتعاملوا في المواضيع دي ككيميكالز ونقل والكلام كده بيكونوا الاثريين. والموضوع ده للاسف كبير جدا في مصر، لدرجه ان انا مثلا قريت في المصور عدد في نص القرن العشرين اللي فات المشاكل اللي بتحصل مع تماثيل قصر النيل، كان مشكله برضو ان هي كل شويه دايما تلاقي حضرتك تكرار نفس الاخطاء عبر الاجيال، ان ياخدوا علبه بلاستيك شفاف ويقوم داهم بيها التمثال، التمثال بيبقى بيلمع قوي، زائد ان هو مش مفروض ان يتعالج بالشكل ده. صحيح. فلازم تشكيل اداره، واحنا عندنا ثروه قوميه ممتازه جدا طبعا محدش يعرفها، يعني تماثيل قصر النيل دي من احد طبعا اهم تماثيل الاسود الموجوده في العالم. طبعا. وبالمناسبه هي عملت هزه في مصر، يعني حضرتك لو تاخدي بال سيادتك ان ايام اسره محمد علي والنهضه اللي حصلت بدات بمجموعه من التماثيل الجميله الرائعه، احدهم تمثال ابراهيم باشا من احد اهم واسادين قصر النيل، دول مهمين جدا. بالظبط يا فندم. ونحاتين ممتازين. التحف الفنيه حضرتك بتقول ان المشكله دي على مر الاجيال متكرره. بالزبط. اللي هو عدم الاحترافيه في تنظيف او صيانه التماثيل او نقلها من مكان للتاني. ايه المعوقات، ايه اللي مانع من انه يكون في ناس متخصصه، في ناس محترفه على اعلى مستوى؟ لازم يبقى في جهه واحده بس المنوط بيها العمل ده، مش هي اللي تتولى الاداره كلها. بالظبط بالظبط. هو ايه، هو كام جهه دلوقتي المفروض متوليه الموضوع؟ هو دلوقتي معلش جهاز التنسيق الحضاري وان كان يعني لسه هو اولا دوره لسه ما ظهرش بشكل كبير، والعبء الملقى عليه كبير قوي انه بياخد الموضوع كله من اسكندريه لحد اسوان. وبصراحه انا بنادي من هنا في البرنامج ان لازم جهاز التنسيق الحضاري ما يشتغلش لوحده، لازم ينفتح على بقيه الجهات، ينفتح على هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، ينفتح على وزاره الثقافه، ينفتح على المحليات. احنا عايزين الانفتاح ده زي ما احنا شايفين كده حضرتك تشرح لنا مدينه السادات كانت معموله اسمها فرحه البناء، حتى تحس حضرتك الناس مش تعبانين، لا ده ناس بترقص كده او فرحانه بعمليه البناء الموجوده دي. مين اللي قام بتنفيذ انا منفذها من مده طويله قوي. اوكي. اسمها فرحه البناء. فرحه البناء باين حتى ان يعني احساس الحركه فيها وكده. دي في مدخل مدينه السادات صح؟ لا يا فندم، دي في كان الوقت ده مجمع الوزارات، هو الان جامعه مدينه السادات. الان الجامعه الموجوده. تمام. ايوه يا فندم. وكان يهمني هنا يا فندم ان لازم الناس الحقيقيه اللي في الشارع تحس بالموضوع، ودي نقطة مهمة جدا. صحيح. اللي بيعمل عمل في الشارع هو بينزل بالفن للناس، وبالتالي لازم يخاطبهم. لو حاجة فنية يعني الناس تقف وتتأملها ونقف نشوف الفكرة ايه من اللوحة. ده سوق العبور يا فندم، عملناه تمثال اسمه إلى السوق، لأن طبعا سوق العبور بياخد السلعة بتبقى بين حاجتين، إن الفلاح بيبيعها. صحيح. او بيزرع. احنا عاملين الاثنين. دي اسمها الى السوق. وطبعا بنقدم لازم يبقى في حلول جديده للشغل، ما يبقاش الشغل الكلاسيك. ليه حطيت الفلاحه المصريه؟ يعني ليه اخترت الفلاحه مش الفلاحه؟ اهو ادي الفلاحه اهو. انا كنت زعلانه قوي ان الفلاحه مش موجوده. دكتور عايزه اسال حضرتك في ثقافه المواطن في التعامل مع المجسمات دي، هل بتلاقوا يعني بعد فتره مثلا تم يعني حد بدا ان هو زي ما بنشوف مثلا يكسر فيها، يشخبط عليها، نجيب قلم ونكتب قلبه وسمر ومها والحاجات دي زي ما بنشوف يعني، ولا الناس بدات تفهم ان الحاجات دي المفروض نحافظ عليها وتبقى فعلا رمز لينا؟ الثقافة دي حقيقي، وعشان نتكلم كلام واقعي مش منطقي، الناس بتفتقدها بشدة بشكل كبير جدا. الناس لسه ما عندهاش الوعي ده، زائد ان التجميل بحكم طبيعته هو أرقى حاجة بيوصل لها الإنسان.
صحيح. بمعنى ان بيجي بعد حاجات كتير، واخر حاجه المفروض بقى ان انا بقى ببدا اخاطب الناس والوجدان والمشاعر اللي هو خلاص انت عديت مرحله المينتننس او الصيانه، فادخل على التجميل بقى اللي هو اعلى الدرجات. بالظبط. وعاوز اقول لسيادتك على حاجه برضو، التجميل لا يمكن عزله عن العناصر الاقتصاديه والثقافيه. صح. بيكملوا بعض كلهم. بالظبط. لو حضرتك ما هيأتش المواطن ان يستقبل الاعمال الفنيه دي، بيكون رد فعله حاجتين، يا اما بيتجاهلها وكانه مش شايفها لان حاسس انها مزيفه، او بيتوجه ليها بالتخريب يعني بيخربها. بالظبط. طب ازاي ايه الطرق المقترحه من وجهه نظر حضرتك ان احنا نثقف الناس بان هم يحافظوا على، يعني دي مقدرات الدوله ومقدرات الشعب، ان هو يحافظ على اللوحات الفنيه او التصميمات الفنيه دي؟ هو ده قدرنا، بس لازم نبدا حضرتك. احنا لو وقفنا النهارده وابتدينا بعد 200 سنه هنلاقي نفس المشكله موجوده، لكن الناس لما تبدا تتفاعل مع التماثيل وتلاقيها موجوده وتلاقيها بتكلمها، وللعلم الناس في الغالب كتير جدا لما بتحس ان العمل ده بتاعها هي او بيعبر عنها بشكل ما بيحافظوا عليه الى حد كبير. لكن لما بقى مش فاهمه او حاسس ان الموضوع مش بتاعه، لا تمام. دكتور، المجسمات دي حوالي بتتكلف كام تقريبا؟ يعني عايزين افريج كده عشان برضه نبقى عارفين مدى اهميه الموضوع. والله احنا في هيئه المجتمع المدني الجديده الموضوع بيتعمل بشكل جميل جدا. بنقدم التصميم وبنعمله، والمدينه بتشوف راعي سبونسر بينفذ هو الشغل ده ومقابل الصيانه والاهداء. هل بالفعل لقيتوا سبونسر لتبني هذه الفكره؟ ده مش الفكره دي بس، ده كل الافكار عندنا ما شاء الله ما بتتكلفش عندنا تقريبا اي حاجه، زائد ان بيعمل لها هو الصيانه بيكون متكفل. بيتكفل بكل، فبيشيل عن الدوله او عن عيب كبير جدا. صحيح. لقيتوا سبونسرز يعني في ده احنا عندنا المشكله ان سبونسرز كتير عن المجسمات. يا طب هايل ما شاء الله. ما شاء الله هايل ما شاء الله. يعني ننتظر قريبا مجسمات كثيره في بعض المدن. جدا 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 يا فندم، وفي اعمال فعلا في الطريق في مدينه الشروق وفي مدينه السادات، اعمال هتعتبر من اكبر الاعمال على مستوى الجمهوريه، مش بتكلم عن المدني. ان شاء الله ويبقى لينا لقاء اخر ساعتها ان شاء الله. شرفتنا يا فندم. انا اللي متشكر جدا. شكرا. دكتور باسم فاضل، رئيس الاداره المركزيه لاداره تجميل المدن بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. صباح الورد عليك يا فندم، شرفتنا.